من المرمر ديال الوطني البريس كنستضفوا الاخت والغنيه عن التعريف هدى صدقي، الممثله المغربيه المشهوره اللي كيحبوها جميع المغاربه. الاخت هدى، احنا كجميع المغاربه كنعرفوا بان عندك العديد من الاشرطه، من بينهم سمك القرش، المتاهه والغضب، ودباب البيضاء، بوقفه، الصحفيه، حجاب الحب، والى غير ذلك. اشنو يمكن لك تقول لنا على الاعمال اللي ديجا انت عملتي في الافلام، وشكون هو الشريط اللي عزيز عليك بزاف واللي كتير ولا كتفكرك به شي حاجه؟ هي في الحقيقه هاد الاعمال كلها اللي دابا ذكرتيها هي كلها ما كنقدرش انني نميز بعضياتهم. هاد الاعمال كلهم كنحسبهم انايا بحال وليداتي، كيف ما يمكن ليش ندير فرق ما بين واحد وواحد، لان من بعد ما كنقرا السيناريو كنكون متاكده بانه هذاك عمل جيد وشخصيه جيده. دونك انا بالنسبه لي كلهم مزيانين. بالنسبه للمسلسلات، كاين عديد من المسلسلات كما كنعرفوا، كاين قطار الحياه، الدار المهنيه، الريب، لاله فاطمه، والخطر من دير. زعما هاد المسلسلات شاهدناهم كاملين كمغاربه يعني، وكنشكرك بزاف عليهم. وحنا بغينا نعرفوا اشنا هو الجديد اللي كاين دابا حاليا مع من غير هاد الافلام هادو. حاليا انا دابا كنشتغل على واحد الفيلم تلفزيوني مع القناه الاولى، وهذا الكوستيم ديالو اخراج مصطفى اشاور، و كان لعب دور ديال زهرة اللي هي شخصية مركبة. وهاد الشخصية هذه يعني كتدوز في عدة مراحل في الحياة ديالها، منها المرحلة الأولى اللي كتدوز في الثمانينات وكيوقع لها مشاكل وكتدخل للسجن وكيتحكم عليها ب 25 سنة ديال السجن. بعد ما كتخرج من السجن، أنا في هذيك المدة كلها ما بقتش شافت الابن ديالها، تحرمت منه. دونك هنا عاوتاني كنشوفوا المرحلة الثانية اللي كتعيشها بعد ما كتخرج المرأة، بعد ما كانت عايشة في الرفاهية والفيلا إلى آخره، ما كتلقاش فين تسكن، كتولي خدامة في القهاوي. وفي الآخر ما غنقولش لكم واش غادي يوقع، نخليوك تتفرجوا في الفيلم، ما نحرقوش الفيلم. علمت الوطنية بريس أنك طالبة في الفنون الطبخ والحلويات، واش هادشي كاين؟ الله 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 الله، لا شي ما كاينش. انا عزيز عليا الطبخ، وعزيز عليا شي حاجه سميتها لاباتيسري، في حد ذاتها هي راه فن. عزيز عليا نبدع في هاد الحويجات. ففي اوقات الفراغ ديالي، ملي ما كيكون عندي لا تصوير لا والو، يعني كنكون في المنزل ديالي، دائما كتلقاني قدام بي سي، هذا الكتوبه، كنقلب على ما هو جديد في الطبخ، ما هو جديد في الباتيسري. لوليداتي، زوج ديالي، كنفرح ملي كندير لهم شي حاجه زوينه. تعرف لك المشاهد المغربي في عده مسلسلات واشرطه، من اشهرها خربوشه. بالنسبه لك، واش هو العمل الفني اللي زعما كيعجبك بزاف وارتحيتي فيه، ولا عندك شي افلام اخرى؟ خربوشه فيلم واعر ياك. هادشي اللي كيشد بين جميع المشاهدين. خربوشه، انا سبقت لي قلت لك ما كنفضلش يعني اعمال كلها ديالي، ما كنفضلش ما بين واحد وواحد، ولكن خربوشه غنهضر عليه شويه زايد، لانه فيلم سينمائي. وهاد الفيلم هذا عرفتي عشت واحد المخاض خطير المده ديال عامين وانا كنوجد في داك البيرسوناج، هو بيرسوناج ماشي سهل. باش تلعب قصة ديال خربوشة، باش توجد العيوط، باش تغني العيوط، وانا من النوع اللي ما كنتش كنصنت العيوط، ما كنتش كنعرف الشيخات، ما كنتش كنعرف شنو هي العيطه، ما كنتش كنفهم شنو كيقولوا. دونك بعد باش بدات تقلب في الحويجات وبدا تجلس مع شيخات ودير ريسيرش ديالك، هذا ماشي سهله كيف قلت لك، عشت مخاض. ولكن الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، وانتم شفتوا الفيلم كان في المستوى. دونك بالنسبه ليا خربوشة سي لو توب. يمكن لك شنو يمكن لك تكون على الطموح ديال هدى صدقي؟ طموحي
طموحي طموحي واحد القضيه بغيت نقولها، لانه بغيت نحدي معكم. بزاف ديال الناس كيتسائلوا هدى صدقي علاش غبت عليهم هاد المده هادي، علاش غبت عليكم؟ لانني كنت حامله بنتي الثانيه وعاد ولدت، دونك عطيت واحد شويه القتال بنتي، تعرف المراحل الاولى تمشى تهضر الى اخره. انا رجعت ونرجع لك الطموح. طموحي هو انني نزيد لقدام. الحمد لله اكتسبت واحد شويه ديال الخبره، وبغيت زعما نزيد نطور راسي ويكون عندي ان شاء الله اعمال احسن من الاعمال اللي كانوا من قبل ان شاء الله. هذا هو الطموح ديالي. واش يمكن لك تقول لنا في الكلمه الاخيره؟ كلمه الاخيره شكرا لكم شكرا على هذه الاستضافه وطنيه بريس. كنشكر يعني كل واحد كيدخل انه يدخل لهذا لو سيت ديال وطنيه بريس باش كيشوف اخر ما كاين عند الفنانه. انا معكم وانتظروني ان شاء الله باعمال جديده واعمال في المستوى ان شاء الله.